هاي، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ انا نجلاء بدر، معاكم في نجمة تي في، بحبكم قوي. معقوله انتي قمر حبيبه قلبي؟ بحبك. مش معقوله يعني انت بتنرفزني اصلا كده؟ اوعى تكلمني تاني كده. يعني اعمل ايه يعني؟ يا واد عيب عليك عليا. يا حبيبي انا لو عايزه اجيبك من فوقك لتحتك هجيبك. لما تبقي عايزه تتكلمي معايا بتكلمي معايا عادل، فاهمه يا ماما؟ يروح ضربك بالقلم على طول. تخصص الام. ليه يا باشا؟ وانا ضايقتك في ايه بس؟ ده انت حبيبي والله العظيم، كبير على عراس يا باشا. ليه كده يا سي عزم؟ هو انا ضايقتك في حاجه؟ زعلتك؟ اخسى عليك، ده انت نور عين وبحبك. يا ام المطهر، ده كان هنيدي فيه. ايه صعب قوي، راح مني ليه الفيلم؟ الملح سبع مر. ايوه وبعدين؟ الفيلم عسكر في المعسكر. شفت انا طاهره ازاي؟ الاباندا صح؟ لا مش الاباندا، كانت حازمني ايه؟ برافو عليا. سك على بناتك. يس. محمد سعد. اللي بالي بالك. يس. ايوه فول الصين العظيم. ده صحيح، ده صح، ده احمد الفيشاوي الحساسه. هاتوا الدفاتر تنقرا وتتقسم لغيرك، تاخده مش شعور. هي لعب بحاجه، لعب بحصانه. ما يحدفش الناس بالطوب. شارن تلقى. عارفة أحلى حاجة فيكي إيه؟ اللي هي كانت اليومين دول اللي أنا بحبها. إيه؟ استنى ما تلخبطنيش، استنى. بتجمعنا والدنيا هتنانا والليلة أول أعيادنا، آدي تاريخ أجدادنا وآدي السمر بلد ولادنا، وآدي القاهرة وآدي بلدنا. أفريقيا. بطلعه من الثلاجه، لازم ياخد غرفه حراره الاوضه. غرفه حراره الاوضه. ايه ده، انت برافو عليك. انت جايباني ليه؟ ما تدور على حد تاني. وبعدين بتحمي الطاسه اللي هتعملي فيها لدرجه اللي هي عاليه 8 او 9 على البوتاجاز الكهرباء، وبعدين بتحطي لها ملح وفلفل، وبتحط لها ترافل اويل لو انت عايزاه بترافل اويل، زيت زيتون او زيت عباد الشمس زي ما تحبي اي حاجه. في على السايد ده، استني عليها شويه لغايه، لازم تكون نار عاليه عشان تعملي لها صدمه. صدمه ليها عشان تفضل الدم جواها ما تستويش من جوه وما تنزلش ميه. وبعد كده تقلبيها على السايد الثاني، بعد كده تحطي لها حته زبده، روزماري، فص ثوم وبس. بس بعرف اصغرها النوبي اللي هي السوداني. لي لي لي